قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذه الآية في سورة النساء. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. ويا حرف نداء، والمنادى من؟ المنادى أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. فقوله تعالى: يا أهل الكتاب، هذا نداء نودي فيه أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى. وقوله تعالى: لا تغلوا في دينكم، لا هنا ناهية، وتغلو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو في محل رفع فاعل. والنهي هنا نهي تحريم كما سبق معنا من أن النهي يقتضي التحريم، وكذلك القاعدة في الأصول أن النهي يقتضي التكرار، فيكون الغلو منهيا عنه في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات. ومر معنا القاعدة في الأصول أن الفعل قلنا لا تغلو أنه عام في جميع الأحوال وفي جميع الأزمان وفي شتى صور الغلو، سواء قل هذا الغلو أم كثر، وسواء كان هذا الغلو في العبادات أم في العقائد أم في المعاملات، فيكون النهي عاما ولا ينظر إلى حال هؤلاء الذين غلوا في صورة معينة وهو غلوهم في عيسى عليه الصلاة والسلام. فجاء النهي شاملا، ولذا قال: لا تغلوا في دينكم، فجعل النهي عن الغلو في محل. ما هو هذا المحل؟ الدين. قال: لا تغلوا في دينكم. الآية الأخرى التي في المائدة: لا تغلوا في دينكم غير الحق، هذا لبيان الواقع، وذلك لأن الغلو كله ليس حقا، وإنما ما صنعه هؤلاء هو الباطل بما يقتضيه حالهم، ويراد من هذا التبكيت والتحقير والتهكم لهم، شأنه كشأن قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يفهم من هذا أن هناك برهانا يجوز للإنسان أن يدعو معه غير الله عز وجل؟ الجواب لا. ولذا جاء التعميم في سورة النساء فقال: لا تغلوا في دينكم. الدين هنا يطلق ويراد منه إما الجزاء وإما العمل، وهو هنا بمعنى العمل، يعني لا تغلوا في عملكم. وقد يطلق الدين ويراد منه الجزاء كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم الحق. فالدين هنا هو العمل. ولا تقولوا على الله إلا الحق، وهنا حصر لأن لا يقال على الله عز وجل إلا الحق، وذلك لأنه جل وعلا هو الحق، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولأن قوله الحق، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وفي سورة المائدة قال: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. قال تعالى: إنما المسيح عيسى ابن مريم، فكأن فيه إشارة إلى ما قالوه من القول الباطل، سواء كان هذا القول لليهود أم للنصارى، فإنما قالوه في عيسى عليه الصلاة والسلام هو الباطل بعينه وليس هو الحق. ولذا قال: إنما المسيح، وإنما أداة حصر، وهي من الطرق الأربعة التي يؤكد بها الكلام: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، كأن المعنى: ما المسيح
ابن مريم إلا رسول الله. وهذا المعنى موجود في سورة المائدة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قبلها في آيتين أو نحوها قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فجاء هذا المعنى يرد عليهم، إذ قال الله عز وجل عن هؤلاء: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. ثم قال عز وجل: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمته ألقاها يعني أنه خلقه بكلمة كن، ألقاها إلى مريم وروح منه. وقلنا إن هذه الكلمة وهي روح منه قد أضلت النصارى ومن ضعاهم. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسله. قال رسله مع أن السياق في عيسى عليه الصلاة والسلام. من ثم فإن فيه فائدة، وهي أنه لو رفع رسول فوق منزلته كما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام فالحكم هو هو، أو من انتقصه فالحكم هو هو، فلا تفريق بين الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن ثم فإنه يرد بهذه الآية وغيرها من النصوص على من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستشفع به ودعاه وسأله واستغاث به. وقوله فآمنوا بالله ورسله يشمل الكل، والإيمان بالله ورسله ركنان من أركان الإيمان الستة. ما هي أركان الإيمان الستة؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والتنصيص على كلمة الجمع ورسله هنا بعد ما ذكره جل وعلا عن أهل الكتاب موضح في نفس هذه السورة، وهذا يدل على أن السورة فيها وحدة في الموضوع. ولذا قال تعالى في هذه السورة: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة، فهذا خبر لمبتدأ محذوف. ما تقديره؟ تقديره نرجع إلى الآية الأخرى التي في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فيكون التقدير لا تقول الله ثالث ثلاثة، أو تقول الآلهة ثلاثة، أو المعبود ثلاثة. ثم قال تعالى: انتهوا خيرا لكم. انتهوا فعل أمر، وخيرا قيل إنه منصوب على أنه خبر كان المحذوفة، فيكون المعنى انتهوا يكن خيرا لكم. وقيل إنها منصوبة على المفعولية على أنها مفعول به، فيكون المعنى انتهوا وأتوا خيرا لكم منه، أي من المعتقد السابق وهو قولكم بالتثليث. ما هو الذي خير منه؟ هو التوحيد. إذن يكون المقدر وأتوا خيرا لكم منه. منه الضمير يرجع إلى قولهم إن الله ثالث ثلاثة. ما هو الذي خير منه؟ هو التوحيد. إنما الله إله واحد، إنما أداة حصر، فكأنها أعرضت عما سبق مما قالوه من عقيدة التثليث. إنما الله إله واحد، ففيه رد على النصارى أو على طائفة من النصارى القائلة بأن الله ثالث ثلاثة، وهو في زعمهم الله وعيسى عليه السلام وأمه. وقد قال عز وجل مكفرا لهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهناك طائفة أخرى زعمت في عيسى عليه السلام أنه هو الله، ولذا قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.
وطائفة ثالثة زعمت بأن عيسى ابن لله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهذه طائفة من النصارى زعمت أن الله ثالث ثلاثة، فقال عز وجل حاصرا الألوهية له: إنما الله، وإنما أداة حصر تحصر الحكم الذي بعدها. فما الذي حكمه جل وعلا بأنه هو الإله الواحد؟ قال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد، إلى غير ذلك من النصوص المثبتة أنه عز وجل واحد. وإذا صارت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأن من بين ما ذكر فيها أنه جل وعلا أحد: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه، التسبيح لله عز وجل هو تنزيهه عما لا يليق به. سبحانه أن يكون له ولد. وفي هذه الجملة فائدة، وهي رد على من زعم أن عيسى ابن لله عز وجل. سبحانه أن يكون له ولد، الذي بعدها له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا كان جل وعلا هو مالك ما في السماوات وما في الأرض ومالك كل شيء، فإنه واحد لا نظير له، فإنه هو المالك، والمالك الملك لا يحتاج إلى أن يكون له ولد. قال عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كفى بالله وكيلا، أي شهيدا على خلقه. وكفى فعل ماضي، والفعل الماضي يحتاج إلى فاعل، الفاعل هو الله، فتكون الباء زائدة، وكفى بالله وكيلا. فالباء حرف زائد تفيد التوكيد، والغالب في فاعل كفى، الغالب فيه في اللغة العربية أن يكون مزيدا بحرف الباء، وإلا فقد يأتي خاليا من الباء، كما قال تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. فيكون بالله الباء حرف جر زائد، الله فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. وكيلا أي شهيدا على خلقه فيما يقولون وفيما يفعلون.